وبين هؤلاء التابعين. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. وقال الحافظ ابن كثير: قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقلنا لإخواننا أن الصحابة، أن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان الصحابي مميزا فله شرف الصحبة وروايته تكون مقبولة، لأنه يعد إما أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون من مراسل الصحابة. طيب، وإن كان غير مميز وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شرف الصحبة، وأحاديثه كأحاديث كبار التابعين. مراسيل تعد. ولقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقر من التابعين وهما صحابيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نحن الآن وأما المخضرمون وما قرأنا فيه. ها؟ طيب. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروا. طيب، هذا وكذلك إذا كان إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أيضا يعد مخضرما. والمخضرمون قد أفرد لهم الحافظ في الإصابة فصلا. قال: والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحوا من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي
وابو الحلال العتكين وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. هذا الذي جاء فيه أنه أن الأسود العنسي رمى به في النار فخرج سليما، فلما أتى إلى عمر قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم، أو بهذا المعنى، وهو يعتبر من خيار عباد الله. جاء في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا أن امرأته كانت تلقاه عند قدومه وترحب به، ثم دخل يوما وسلم فلم ترد عليه السلام، فقال: ما هو؟ قالت: أنت الناس يتمتعون بالدنيا وكذا وكذا وأنت. فقال: من أفسد امرأتي؟ أفسد الله عليه كذا وكذا. فقد كانت عجوز جلست عندها، فاستجاب الله دعوته، ثم جاءت العجوز وعاهدت الله ألا تعود، فدعا لها وشفاها الله. قال: قلت: وعبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم يقول: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، والأحنف بن قيس: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب. قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، يعني لأن أهل البصرة يعرفون من الحسن ما لا يعرفه غيرهم، وكذلك سعيد بن المسيب يعرف عنه أهل المدينة ما لا يعرف غيرهم. قد يأتي التفضيل، كل أهل البلد يفضلون صاحبهم لا لأجل أنهم يتنقصون غيره، لكن يفضلونه عن اعتقاد، لأنهم يعرفون صاحبهم ولا يعرفون يعني أحوال الآخرين. وقال أهل الكوفة: أهل الكوفة القمة والأسود. وقال بعضهم: أويس القرني، وهو الصحيح لحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في شأن أويس أنه خير التابعين. هذا نص في موضع النزاع فيكون قاطعا. هكذا يا أخواننا. نعم. وقال أهل مكة: عطاء بن أبي رباح، مكتوب في الكتاب الرياح فليصلح، وسيدات النساء من التابعين: حفصة بن سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. طيب، ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم من أهل المدينة كلهم، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار أخو عطاء، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف،
وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم، منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا. قد يدخل عليهم يا إخواننا اللبس، ما إذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيظنونه صحابيا. والصحابي ما إذا روى عن صحابي آخر فيظنونه تابعيا، عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابي نفسه. قال وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. وجزى الله العلماء المتأخرين خيرا، فقد نخلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام العلماء المتقدمين، لأن المتقدم لا بد أن تحصل له أخطاء، المتقدم البادئ في الأمر لا بد أن تحصل له أخطاء. فأولئكم الذين يعتبرون ماذا؟ يعتبرون منقحين ومهذبين، وهذا هو شأنهم وعملهم. فبينوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمهم الله تعالى. فإذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في أوهام شعبة، وفي أوهام غيره يؤلفون كتبا في أوهام العلماء، جزاهم الله خيرا. بس الأمر صحيحة؟ أي حق الصحة على التالي اللي بدأت بي أولا عبد الله بن ثوى الذي يظهر أنها صحيحة. نعم تفضل. معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح أي صحيح مسلم. طيب يا أخواننا، ورواية الأكابر عن الأصاغر قد يستأنف بعضهم، قد يستنكف بعضهم أو يعنف، لكن التواضع أمر مطلوب، والذي يعنف يحرم خيرا كثيرا، يحرم خير كثير أو يحرم خيرا كثيرا. ووكيع بن الجراح يقول لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو أكبر منه، ومن هو مماثل له، ومن هو أنزل منه. والبخاري رحمه الله تعالى قد روى عن أناس يعتبرون من طلبته كأبي العباس السراج كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامد وهو تابع مالك عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. من أجل هذا ينبغي التنبه، إذا رووا قصصا إسرائيلية
طيب ما دام أنهم قد روى عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار رجل أخباري أكثر منه رجل محدث، بل قال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال إنه من أصدق المحدثين، أي عن أهل الكتاب، وإنا لنبلو عليه الكذب. ومعنى نبلو عليه الكذب أي نختبر عليه الكذب، والكذب هنا بمعنى الخطأ ليس بمعنى الكذب الذي يكذب وهو متعمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. طيب هذا مفهوم، يعني قد ذكروا، ربما ذكروا عنه حكايات. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، الذي عنده من الصحابة والتابعين فليصلح، قيل 20 ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، لئلا يظن الظان أنه انقلب. تنبيه على هذا، معرفة الراوي من المروي عنه، ولئلا يظن الظان أنه انقلب على الراوي. نعم. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، قوله قد صح ينظر فيه، يعني بارك الله فيكم، مسلم ذكره بصيغة التمريض في مقدمته، وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة كما يقوله المعلق هاهنا، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إلى هنا يا أخواننا، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معرفة المدبج مأخوذ من ديباجة الوجه، هذه ديباجة الوجه الذي هي أمامه، ديباجة الوجه مأخوذ منه، لأن كل واحد منهما ألقى إلى الثاني ديباجة وجهه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع منه، نظر إليه من أجل أن يسمع منه، فهو مأخوذ من هذا، لأن كل واحد منهما روى عن الآخر. قال رحمه الله تعالى وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة، أي كل واحد منهما روى عن الآخر ولو غير ذلك الحديث، والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم، ويسمى من رواية الأقران، يسمى من رواية الأقران. مثلا إذا رويت أنت عن سالم، وسالم لم يروي عنك، وسالم قرينك في الأخذ، فهذا الذي يقال إسماعيل ابن عمر.
الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى. النوع 43 معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. ومعرفة الإخوة والأخوات يعين على الحفظ. أنت مثلا تحفظ عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مشعود، وله أخ مشهور بالمشعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مشعود، ولهم أخ ثالث مشهور بأبي عميس عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن مشعود. فمثل هذا آل عقبة، آل عقبة ها نعم، وهكذا يعني أقصد أن هذا حفظهم سهل يسهل. الفيرين كذلك، فإن شاء الله يحرص الأبناء الصغار الذين يستطيعون يحفظون على هذا يحرصون على هذا. وأبو عبد الرحمن النسائي فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة. انتهينا. عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين الصحابة نعم عمرو بن شرحبيل طيب عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. انتهى. ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. طيب وعثمان طيب سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف أعرف أنهما صحابيين الظاهر عباد أظن كذلك. عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، وثلاثتهم ضعفاء. عبد الرحمن بن كلهم ثلاثة هو أشدهم ضعفا. أربعة إخوة سهيل نعم زيد بن أسلم الحمد لله نعم عبد الرحمن الذي ما عنده ابن يصلح، عبد الرحمن بن زيد رحمك الله، عبد الرحمن بن زيد وأخواه ابن زيد. طيب أربعة إخوة سهيل بن عادي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي عن النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي وأحب المعين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشد فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوناء، فأربعة منهم أشقاء وهم بني البكير، وثلاثة أشقاء وهم بني الحارث، وسبعتهم شهدوا بدراء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء، هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. إلى هنا يا إخواننا. خشية أن يظن التصحيف، والله أعلم، مثل يعني الأسماء المتقاربة في اللفظ، هذا الذي يخاف. ثم أيضا كما علمت أن معرفة هذا يسهل إذا قد حفظت الراوي وثم علمت أن له أخا أو أختا، ما بقي عليك إلا أن تحفظ اسمه فقط، أن تحفظ اسمه فقط. ربما يكون أحدهم ضعيف والآخر ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب كتابا، يا جزاك الله خيرا الخطيب، جزاك الله خيرا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عن أمها أم رومان، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. والذي أعرف أنه لا يصح أن أبا بكر روى عن ابنته عائشة، هذا الذي أعرف. قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. وأنا أعتقد أننا بحثنا عنه أنه ليس بصحيح، فمن يبحث عنه يا إخواننا؟ أخروا في مادة هذا الحديث نفسه بهذا السند إن شاء الله. اللهم المستعان. قال: وروى هذا أنا ده الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري وأن أبي يعلى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة النحو. وما تكلم عنه. طيب الأحمال جمع حمل ما يحمل على الدابة، والمعنى تصديق الحمل على ظهر البعير ونحوه. طيب يا أخوان، والله سمعت خير. حافظ بن عمر
الديري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد ستة عشر حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم رأى الشيخ أبو عمر عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ طيب أبي سعد عن أبيه عن ابنه المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا احضروا موائدكم البغل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمر وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، فإنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة قال انتهى. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى مصعب بن الزبير وهو مصعب ابن عبد الله الزبيري يروي عن مالك عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. مما يتصل بدرس الأمس حديث الكلام على حديث أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. طيب قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه، والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، إلا أنه ذكر أسانيد من رواه ابن صاعد ومن رواه غير ابن صاعد ذكره من طريق ابن عيينة، لم يذكر أسانيدهم إلى ابن عيينة لينظر فيه. وأما صاحب فيض القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى
فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع. قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها ثقات. نعم من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات أو رجال طريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق، فإن العلماء اختلفوا في قبولها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمرو، فمن هو جد عمرو؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمرو. بقي أسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو؟ نعم سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب، أن سائلا سأل وعزاه إلى الحاكم والبيهقي، أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر، فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمر، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك يحيى بن معين يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب، وهذا تصريف كما سمعتم. وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى، فإذا هو كتاب أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيرين عن أبيه عن جده معاوية. طيب بهز بن حكيم بن معاوية، بهز نفسه مختلف فيه، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. طيب
والذي يظهر أن حديثه حسن إذا لم يخالف. أما إذا خالف من هو يعني أوثق منه فيتوقف في حديثه شأن غيره. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وأعتقد وهو أن هذه الطريق متكلم فيها، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، من هو أبو طلحة؟ أما طلحة فهو اليامي معروف، لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف. طيب، قال: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. طيب، يعني التسلسل عن أبيه عن أبيه عن أبيه يحتاج، يعني ربما كان في السند إلى هذه السلسلة بعض نفسه السند نفسه، وأكثر ما أكثر ما يمر به من العلويين عن أبيه عن أبيه، وبهذا يفتخرون، حسبنا الله ونعم الوكيل، يفتخرون هنا، يقول نحن نقول حدثني أبي عن أبيه عن جده، وأنتم تحدثون عن فلان وعن. قال رحمه الله تعالى: معرفة رواية السابق واللاحق. قد أفرد له الخطيب كتابا، والكتاب موجود في المكتبة، وغالب هذا بارك الله فيكم من الأحاديث الضعيفة، أسانيد بأسانيد ضعيفة. والسابق واللاحق أن يروي أن يكون الشيخ صغيرا، الشيخ صغيرا أن يكون الشيخ أو ماذا، فيروي هو نفسه يروي عنه شخص كبير، ثم يتأمر الشيخ هذا ويروي عنه شخص آخر، يتعمر ويكون بين رواية الاثنين، يعني بين تلميذه المتقدم وتلميذه المتأخر قدر 80 سنة، قدر 100 سنة أو نحو ذلك. هذا معنى السابق واللاحق، شيخ صغير روى عنه راون ثم تعمر صغير السن. نعم هذا هو صغير السن، جزاك الله خير. ثم روى عنه راون ثم تعمر الشيخ، وفي آخر عمره روى عنه راون آخر، فكانت بين رواية التلميذين نحو 100 سنة، نحو 80 سنة، 120 سنة. هذا يسمى بماذا؟ بالسابق واللاحق. وقد عرفتم أن الخطيب ألف مؤلفا في هذا، واطلعت عليه فوجدت غالب الطرق لا تثبت من هذا، يعني في هذا الباب نفسه غالب الطرق لا تثبت. القصد أننا نعرف هذا، ولا كما عرفنا هذا يا أخوان. وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عن المتأخر، مفهوم هذا، كما رأى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100، وممن رأى عن مالك زكريا بن دويد الكندين، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر كانت. طيب، قاله ابن الصلاح
طيب قال ابن حجر كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار. طيب فهمنا هذا يا اخوان. الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق هو كتاب الخطيب مثل هذا واكبر، لكن الغالب عليه انه انه لا تثبت للشيء. وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحاق السراج، وروى عن السراج ابو الحسن احمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. طيب قال قلت وقد أكثر من التعرف لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتجلى يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. نعم هو كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر ليس من المهمات. قال الحافظ نعم قال الحافظ كذاب يعني زكريا نعم زكريا بن دويد الكندي يقول كذاب. يقول قال ابن حجر في شرح النخبة وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين في وفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي هو أحمد بن محمد حافظ كثير سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخ حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. قال رحمه الله تعالى النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر طيب وعروة بن المبرز ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد. نعم قرأته قرأته وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خندش ويقال هرم بن خنبش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن عدي ليلى عن أبيه. نعم وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني. عندكم سعد يا أخوان؟ الذي عند سعد يصلح. وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل
أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: قد أنكر ذلك عليه وقد أنكر ذلك عليه. طيب. ونقب بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن نرداس الأسلمي حديث صلح الذي عنده يصلح يذهب الصالحون الأول فالأول. وبرواية وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ورأى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو. ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة. ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا هذا مفهوم الأول يا إخواننا، وهو أن الحاكم يظن أن الشيخين تركا بعض الأحاديث لأنه تفرد بالرواية عن الصحابي واحد، وليس كذلك. وقد أخرج لجماعة تفرد عن الصحابي واحد، وأغلب هؤلاء الذين أخرجوا لهم وقد تفرد عن الصحابي واحد مذكورون في الإلزامات للحافظ الدارقطني، لأن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يلزم الشيخين بأحاديث صحيحة تفرد بها بعض الرواة عن الصحابي، أي تفرد راون عن الصحابي. من أجل هذا ذكر الحافظ الدارقطني أحاديث أخرجاها في صحيحيهما، وقد تفرد الصحابي التابعي بالرواية عن الصحابي من أجل أن يلزمهما بتلكم الأحاديث. وقلنا إن أغلبها في ماذا؟ في الإلزامات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير: قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها، وقد تقدم الكلام هنا على هذا الكلام، إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. لكن أيكون مقبولا أم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يعني يوثقه غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده وهو مجروح، وقد يروي عن مجهول ومتكلم فيه، كما قال أبو داود في حريز بن عثمان، قال: مشايخ حريز كلهم ثقات. فراجعناهم في أقرب مصدر وهو تهذيب التهذيب، فوجدنا منهم من هو مستور الحال ومنهم من فيه لين. قال: وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابين، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استترك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم،
حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبي بحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعمت في فخذها لا إذا عمك. طيب يا إخواننا، يقول هنا يعني نسبه أي صاحب المنتقى لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نبر، من حديث البرقي. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاي عشرة من شيوخ المدينة لم يروا عنهم غيره. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب كتابا قيما يساوي الدنيا، ذلكم الكتاب هو إيهام الجمع والتفريق. إيهام الجمع والتفريق، معنى إيهام الجمع أي إيهام أن الواحد جماعة، وإيهام التفريق أو العكس، إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، أن إيهام التفريق أي الواحد ثلاثة، فليكون له اسم وكنية أو له مثل هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي هلال، هلال بن علي، قد يظن أنه ثلاثة، فهذا في أي موضوع وهو واحد إيهام التفريق، هذا في إيهام التفريق. إيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس. قد تقدم لكم أن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يذكر مشايخه تارة بكناهم وتارة بنسبهم وتارة يعني نسبة أخرى يكون له نسبتان، حتى يظن أن الواحد ثلاثة. وقد كنا ذات مرة نبحث عن الحسن بن أبي طالب حتى تعبنا، فإذا هو قد نسبه إلى كنية أبيه. طيب، وأكثر ما يضع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري لذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين، ونحمد الله سبحانه وتعالى فقد يسر لنا هذا اليوم كتابا ما كنا نظن.